أهم الأخبار الفنية، أهم تفاصيل وأخبار المسلسلات الرمضانية هذا الموسم الرمضاني الدرامي، خلينا نتابعها بالتفصيل مع زميلتنا هلا الحملاوي. هلا، شكرا يا مصطفى، شكرا منا، أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. أنت الشاب الصغير يا ياسين، بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش، لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المهام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا فين؟ فين اللي بتخلي معاه؟ ايه؟ موسم البطة ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات، صح؟ اهلا بكم مره ثانيه، وبنبدا نشرتنا الفنيه مع النجم محمد رمضان اللي قال ان مشهد المشاجره مع كارم فتح الله كان واقعي جدا، خصوصا انه اتفق مع المخرج محمد سامي على ان جعفر هيكون نايم، وبالتالي لما يعرف ان كارم بيضرب زوجته في الشارع هيتصرف بتلقائيه زي اي راجل، عشان كده الطبيعيه دي ادت ان المشهد يكون حقيقي وكمان كان فيه مصداقيه قدام الجمهور. ومن ناحية تانية أكدت النجمة إيمان العاصي إنها مدينة بالنجاح الكبير اللي حققه مسلسل جعفر العمدة وشخصية دلال، وأكدت إيمان العاصي إن محمد سامي تعب جدا في المسلسل وكان مهتم بكل كبيرة وصغيرة، وإنه ادالها أول الخيط لشخصية دلال علشان تبدأ منه وتمشي عليه، خاصة إن الشخصية كانت صعبة وتطلبت المزيد من التركيز والمذاكرة. إيمان أكدت إنها استفادت وكسبت من جماهيرية محمد رمضان في الشارع. كمان الفنان منذر ريحنا عبر عن سعادته بردود الأفعال اللي جات له على مسلسل جعفر العمدة. ريحنا قال: الحمد لله من بداية ظهوري في المسلسل والأحداث كل يوم متصدرة الترند بسبب الصراع اللي بيني وبين بطل العمل الفنان محمد رمضان. وقال كمان: في كيمياء بيني وبين محمد في الشغل من بداية ما اشتغلنا مع بعض في مسلسل موسى سنة 2021، وبكون سعيد جدا في التعاون معاه والتمثيل قدامه، وده لأنه ممثل عنده طاقة كبيرة جوه لوكيشن التصوير. النجم عمرو يوسف قال انه اتفرج على مسلسل الكتيبه 101 بالكامل بعد انتهاء التصوير، وعلى المستوى الشخصي استمتع بيه، وقال كمان: انا سعيد بالتجربه كشخص وسعيد بكل اللي موجودين. آسر ياسين صديق عزيز واشتغلنا الاول مره مع بعض في المسلسل، كمان فتحي عبد الوهاب اللي بشوفه نجم كبير وممثل عظيم وقدم دور وحيد بشكل رائع. في الوقت اللي طرحت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأغنية الخاصة بالجزء السابع من مسلسل الكبير أغنية ولعانة، تخطت في اليوم الأول أكتر من 1,000,000 مشاهدة، ومع قرب انتهاء شهر رمضان والماراثون الرمضاني استعرضت تطبيقات الموسيقى العالمية أكتر الأغاني والمطربين والفيديوهات شهرة، وجت أغنية ميكي ولعانة علشان تتصدر قائمة التشغيل في عام 2023. الفنان حسين أبو حجاج اللي بيجسد شخصية أشرف في مسلسل الكبير قال إنه سعيد جدا بمشاركته في الجزء السابع من مسلسل الكبير قوي. الفنان حسين أبو الحجاج قال: بحب الشغل مع ميكي جدا وكل طاقم العمل، مسلسل حقيقي بيتعاملوا باحترافية شديدة وبحب وبتواضع وكله بيساعد بعضه. محمد عبد الرحمن توتا قال إنه سعيد بتجربة مسلسل كشف مستعجل وبالتعاون مع الفنان مصطفى خاطر، ووضح توتا إنهم ما اشتغلوش مع بعض في عمل تلفزيوني أو مسلسل درامي خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الكيمياء اللي جمعت بينهم على خشبة المسرح أثناء تقديم عروض مسرح مصر. توتا قال كمان إنه قبل تصوير المسلسل اتكلم مع مصطفى خاطر علشان يحضروا للعمل، وكان عندهم دافع وحماس وتحدي إنهم يقدموا تجربة مختلفة.
والفنانة عبير صبري أكدت أن الحلقات الجاية من مسلسل جميلة هيكون فيها مفاجآت عظيمة. عبير أكدت كمان أن شخصية نرمين من الشخصيات اللي بتتميز بالأنانية والغيرة والمكر والدهاء، شخصية منطلقة مش جبانة ومش بتخاف، علشان كده أعجبت بالشخصية وانجذبت لتقديمها على الشاشة بمجرد ما قرت السيناريو. الفنان أحمد عبد الحميد اللي بيجسد شخصية البحار شنهابي في مسلسل تحت الوصاية قال: استقبلت رسائل كتير من الجمهور ومن زمايلي وأشادوا بالدور اللي قدمته في العمل. وقال أحمد أنه ترشح من المخرج محمد شاكر خضير، والحدوتة عجبتني والدور جديد عليا تماما وما عملتوش خالص قبل كده، وأن فريق العمل عنده خبرات عظيمة، عشان كده ما ترددتش لحظة في أني أوافق على تجسيد الدور. وخلصت نشرتنا الفنية، نرجع تاني لمنة ومصطفى واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم يا منة ومصطفى. شكرا ليك يا هالة. شكرا يا هالة.